استعمال ريد سبيكر في اللوحة باستخدام لبنة ريد سبيكر. اللوحة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق نظم إدارة التعلم. إن نظام اللوحة متوفر ومتاح للإدماج في مركز خدمة العملاء أو كخدمة القائمة على السحابة. ReadSpeaker هو شريك رسمي لشركة اللوحة، يقوم بتقديم لبنة اللوحة لأجل إدماج ReadSpeaker محول النص إلى صوت مع نظام التعليم شركة اللوحة. بحكم الشراكة مع شركة اللوحة، فإنه من الممكن العثور على لبنة تركيب ReadSpeaker على موقع شركة اللوحة كلبنة للإدماج. على الرغم من ذلك، فإنه يجب الاتصال بشركة ReadSpeaker للحصول على لبنة الإدماج. إنه من الممكن إتاحة تقنية القارئ ReadSpeaker بالنسبة لجميع الدروس الموجودة على اللوحة. يمكنكم كذلك اختيار الدروس التي سيستعمل القارئ عليها. إن زر ReadSpeaker سوف يظهر في الأسفل في الجهة اليسرى للنافذة، حيث يمكن للمتعلم تفعيل الخدمة إذا كان يرغب في ذلك. يمكن بعد ذلك نقل زر تنشيط الاستماع إلى الموضع المطلوب. إن وظيفة المساعدة تشرح كيفية استخدام زر. ReadSpeaker allows the text on the page to be read out loud to you. It provides you assistance if you have trouble reading text online. By having the text material read out loud to you, you can understand the information on the website more easily. ReadSpeaker باستطاعته قراءة محتوى HTML في اللوحة، بل أضاف إلى دروس، مسابقات، تعيينات ومناقشات. Product features, page 8 of 40. Fully server-based, ReadSpeaker Enterprise does not need to be installed on the user's computers and or mobile devices, and website owner does not need to host the service since it is cloud-based. If agreed between ReadSpeaker and the customer, the customer can host the JavaScript and images on the customer's own web server. يمكن للمتعلمين المتابعة بواسطة مظلل القراءة. لقد أثبتت دراسات أن نظام التعليم المزدوج المتجلي في الاستماع والقراءة يرفع من درجة الفهم والاحتفاظ بالمعلومات لدى المتعلمين. فيما يخص زر ReadSpeaker، فإنه من الممكن للمتعلمين التحكم في سرعة القراءة، تسليط الضوء والألوان، مكبرة النص والتمرير التلقائي. Streaming audio. The audio containing the speech is streamed to the user from ReadSpeaker servers. This means that the audio will start to play before it has been fully generated. بل أضاف إلى قراءة محتوى اشتمل، فإن ReadSpeaker Book Reader متوفر أيضا في اللوحة لقراءة مختلف أنواع الوثائق. Introduction. In the last 5 years, education has been changing in so many ways so quickly that it can be difficult to tell what all this upheaval will lead to. الوثائق يمكن عرضها في كل من وضع تخطيط ووضع النص. هكذا يمكن للمتعلمين التركيز بشكل أفضل على محتوى المستند. ضمن وضع النص يمكن للمتعلمين أيضا بث التفضيلات الفردية لتسليط الضوء على ألوان النص. لأن ReadSpeaker Book Reader يشتغل بنظام السحابة، فلا داعي للمتعلمين لتحميل أي تكنولوجيا لمشاهدة الوثائق. إن تركيب لبنة ReadSpeaker في اللوحة هو أمر سهل. ReadSpeaker يوفر تعليمات شاملة لأجل عملية التركيب. فريق دعمنا على استعداد للمساعدة إذا كانت هناك حاجة لذلك. تركيب لبنة ReadSpeaker يتم مرة واحدة، وليس هناك حاجة إلى تعديل وظائف ReadSpeaker.
حتى لو قمت بتحرير أو إضافة المواد الدراسية. يمكن إضافة لبنة ReadSpeaker إلى منصة اللوحة بأكملها. يمكن أيضا إضافة تقنية ReadSpeaker لكل درس على حدة. ببساطة ثبت وحول اللبنة وهكذا سيكون محتوى اللوحة جاهزا لكي يقرأ. إن لبنة ReadSpeaker المخصصة للوحة سهلة لتعزيز محتواكم الدراسي بتقنية تحويل النص إلى صوت. يمكن للمتعلمين الاستماع إلى المواد الدراسية التي يريدونها حسب وتيرتهم. إن استعمال تقنية تحويل النص إلى الكلام أثبت تحسين النتائج الدراسية. لماذا لا تبدأ بتعزيز اللوحة الخاصة بك اليوم؟ كل ما تحتاجه للبدء هو اللوحة، لبنة البناء وحساب ReadSpeaker الخاص بك. المعلومات مقدمة لكم من قبل فريق ReadSpeaker. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن إضافة ReadSpeaker إلى اللوحة الخاصة بكم.